وهنا السؤال الحقيقه دكتور محمد على او حول امكانيه انكفاء الدعم السريع او عوده قوات الدعم السريع وتحويل قواتها من الخرطوم والتمركز في دارفور. هناك من يطرح هذا السيناريو، هل هذا السيناريو واقعيا وخاصة بالنظر إلى الأوضاع اليوم في ولاية غرب دارفور؟ نحن نلاحظ أن الدعم السريع الآن ركز معظم حربه في الخرطوم، صعوبة الانتشار في كل الولايات، هذا أمر ربما يترك هذه القوات ربما يدخلها في مشاكل كثيرة جدا، خاصة القوات المسلحة موجودة في كل ولايات السودان، والأسلحة المختلفة أيضا كثيرة موجودة في الولايات الأخرى. فإذا كان حدث أي انتشار لهذه القوات، هذا يضعفها أكثر وينهكها أكثر ويتعبها أكثر، ولهذا اتخذت سياسة الحرب داخل المدن والدخول إلى الأحياء السكنية. هذا طبعا منهج يعني يخالف ربما بعض القوانين العرفية، لأنه قد يلحق الضرر ببعض المواطنين وبعض الأحياء وهكذا أشياء. فهذا الأمر ربما تقترب ساعة الحسم لمعالجة هذه الأمر والخروج من هذا النفق بطريقة طيبة ومرضية، حتى أنه تنتهي هذه الحرب ويأمن الشعب السوداني سلامة الدولة وسلامة الشعب، ونخرج من هذه الدوامة، يكون للدولة جيش واحد، يكون للدولة اتجاه سياسي موحد، يكون هنالك توافق وطني جامع لكل القوى السياسية، وتنتهي الفترة الانتقالية بتراضي وطني وبحكومة مستقرة يقبلها الشعب السوداني، يذهب منها الشعب إلى انتخابات، لأن هذه الفترة الانتقالية فترة كانت مزعجة جدا للدولة السودانية والشعب. ربما دكتور محمد هذا السيناريو الذي يتمناه أغلب الشعب السوداني اليوم هو سيناريو حسم المعركة لصالح الجيش واستقرار والمرور إلى مرحلة انتقالية أو مرحلة ما بعد الانتقالية، مرحلة الانتخابات والدخول في أجواء مدنية إن صح القول. ولكن اليوم في ظل المعطيات على الأرض، هل طول المعركة يعطي متنفسا لحميدتي وبالتالي يمكنه العودة بشكل أو بآخر وتصدر المشهد؟ وفي هذه الحالة هل هناك تعويل من حميدتي على قوى إقليمية أو حتى أطراف دولية؟ طبعا التدخلات الإقليمية والدولية شيء حاضر في هذا المشهد وفي هذه الحرب. نحن رأينا كثير من التحالفات سبقت فترة الحرب هذه، هناك رباعية وثلاثية وبعثة دولية ومجتمع إقليمي، دول إقليمية كانت لها أدوار واضحة جدا في تأجيج هذا الصراع وفي أحداث هذه الفتنة، لأنها تبنت فكرة أحادية الجانب، تبنت الاتفاق الإطاري وكان اتفاقا فاشل في كل اتجاهاته ومدعاة لتفريق القوى السياسية وتفريق القوات العسكرية أيضا، وهذا الذي جعل الدولة السودانية الآن تعيش هذه المأساة الكبيرة. فتدخلاتهم أكثرها كانت تدخلات سالبة، تدخلات تريد تفكيك الدولة السودانية، تريد تفكيك الجيش، تريد الهيمنة والسيطرة على القرار في السودان، ومنه يكون السيطرة على الثروات وعلى الموقع الاستراتيجي للدولة السودانية. ولهذا رأينا فشلا متكررا لمحاولات هذه القوة في وجه استعصام الشعب السوداني الذي لا يقبل التجزئة ولا يقبل حصر الاتفاق أو حصر الفترة الانتقالية لقوة سياسية محددة هي تابعة لها أو لها أجندة دولية خارجية ولها اتجاهات أيضا تخالف أيديولوجية الشعب السوداني. وبالتالي كل هذا أدى إلى أن تكون هنالك تدخلات أفسدت الأجواء الانتقالية وأضرت أي ما ضرر فترة الانتقال، وهي التي أدت إلى إطالة فترة الانتقال وأدت إلى نشوء هذا الحرب الذي أساسها اختلاف في تقييم الفترة الانتقالية أو في وجهات الاتفاق الإطاري الذي يرعاه الدعم السريع ويخالفه الجيش السوداني وتخالفه أيضا قوى سياسية كثيرة جدا. هذا الأمر أيضا أدى إلى أن يكون هنالك نشوء لصراع مدني وصراع عسكري أوصل البلاد إلى هذه الحالة البائسة واليائسة.